صباح الخير كارلوس. صباح النور كارين، كيفك؟ وعينك بكير اليوم ولا سافا؟ لا عادي، انا اصلا دائما بوع بكير وعندي مشكلة يعني بهالموضوع. يس كارلوس، في كتير، انت نجم لبناني طبعا بالدراما واكيد فنان كمان، عندك صوت جميل جدا وبتغني. خليني فوت بالموضوع دغري. الوضع الاقتصادي اللي عايشينه بلبنان، المرحلة الغريبة العجيبة اللي عم نعيشها، قديش انعكست على الدراما اللبنانية، عليكم انتو كممثلين، على أجوركم، على إذا بدك الكومبرمايزز يعني اللي كنتوا تعملوها قبل ما كنتوا تقبلوا فيها قبل، هلأ مضطرين تقبلوا فيها، كيف عم بيصير هذا الموضوع؟ يلا وحدة وحدة. اوكي يلا كتار كترتيهم شوي. كيف انعكست الأزمة على الدراما اللبنانية؟ الأزمة من قبل ما تبلش، هلا هذه المرحلة هي معكوسة على الدراما اللبنانية. لأنه اليوم التلفزيونات مثل ما أنت بتعرفي كتير منيح في عندهم مشكلة مادية كبيرة. هذه المشكلة المادية رح بتخلي التلفزيونات من اليوم ورايح يخففوا الكوست على حالهم. سو لما بدك تخفف الكوست على حالك، الدراما هي جزء كتير مهم. لما كانوا عم يحطوا مبالغ معينة على الدراما، هلا صاروا بدهم يحطوا مبالغ أقل. لما بدهم يحطوا مبالغ أقل، الكواليتي ما رح تكون هي ذاتها، لا بالمخرجين ولا بالنصوص ولا بالممثلين ولا بشيء أبدا. للأسف يعني هذا الشيء عم أقوله. سو هذه المشكلة مبلشة من قبل، بس هلا بدها إذا بدك يعني تتفاقم أكثر على كل شيء جديد. في أشياء المحطات اللبنانية شريتها من قبل، كواليتي تبعها منيحة، بس إنه بخاف أنا إنه بالمرحلة اللاحقة ينزل المستوى. طيب لأنه في أشخاص كانوا عم يشتغلوا بمستوى معين، ما بقى رح يشتغلوا دراما لبنانية صرف يبيعوها إذا بدك للمحطات اللبنانية بس، رح يضطروا المحطات اللبنانية يلجأوا لبديل معين مع منتجين معينين أو مع طريقة شغل معينة. أنا ماني شايف إنه هذا الشيء رح يكون إيجابي لحدا. طب كارلوس، كنت سألتك كمان ضمن الأسئلة، شو هن التنازلات اللي ما كنتوا تقبلوا فيها قبل كممثلين لبنانية؟ خلينا أحكي عن الوضع اللبناني، وهلأ صرتوا تقبلوا فيها مثل كون مثل كتير موظفين. أنا شخصيا بعد ما بعرف، لأنه بعد ما إجاني شيء له علاقة بالدراما اللبنانية. يعني أنا كل اللي مصورهم لهلأ يلي هن صاروا 4 مسلسلات وفيلم سينما بعد ما نزل منهم شيء. سو اصلا بالموسم اللي جاي في عندي مسلسلين نازلين، مسلسل على شاشة الـ LBC ومسلسل على شاشة الـ MTV، هدول اوريدي مصورين. اوكي. سو انا يعني ما اضطريت بعد افكر بموضوع الكومبرومي يلي بده يصير، ما بعرف صراحه. طيب ونحن بنفس الوقت يعني ما فينا، يعني ما في الممثل يضل قاعد ببرجه العاجي، يعني سوري، بين مزدوجين وما يقدر مع المنتج يلي عم يجرب يعمل شيء، على شرط انه المنتج يكون عن جد عباله يعمل شيء حلو، مش عم بيقول انا معي هالقد مين بيجيب لي. لا، بده يقول انا بدي اعمل عمل حلو وجرب حط ايدي بايد كل العالم تنعمل عمل حلو ونطلعه لبرات لبنان، لانه صرنا نعرف نحن انه قد ايه السوق اللبناني ضيق. هلا صار بعد اضيق. صحيح. طب السوق اللبناني ضيق وعم تقولوا، وعندنا ممثلين كتار، عندنا كان بنات او صبيان يعني او رجال او نساء، وفي كتير قاعدين ببيوتهم كارلوس مش عم يشتغلوا. للاسف. وفي قصة معضلة هيدا الجدل البيزنطي اللي كنت قلت لك عنه قبل لما حكينا انا وياك، هي الميل اكتر يعني الجون بريمير مثل ما بيقولوا على طول، وفي ديل تويتات بتنقال وبتنكتب من الممثلين اللبنانيين كتار، هجوم وضاد، شيء على الممثل السوري وشيء على الممثل الغير سوري، انه انتو المنتج هيك بيقولها يعني بكل ما بيبيع الاسم بالاسواق العربيه. اوكي، عندي شقين لهذا الموضوع.
أول شيء مثل ما أنت قلت كارين، هذا جدل بيزنطي، جدل عقيم يعني ما بيولد شيء. أنا بالنسبة لي وأنا ضد هذا الموضوع كليا، يعني أنه ينحكى أنه فلان سوري وفلان لبناني وفلان مصري. أنا بالنسبة لي هذا حديث منه سوي، منه مزبوط، لأنه اليوم بعمره الفن ما كان له لا جنسية ولا دين ولا لون ولا، يعني الفن أرقى وأسمى وبيتخطاهم كلهم هيدول الشغلات. صح؟ صح، متفقين لهون؟ أوكي. سو نحن أنا برأيي هذا الموضوع منه أهل للطرح حتى. يعني أنا بالنسبة لي أنا ما بحب أسمع بهذا الشيء إنه عم يتعير أشخاص حسب جنسيتهم، ولا فلان موجود هون ولا فلان موجود هون. آخرة النهار كل إنسان بده ياخد رزقته. رزقتك إذا لقلك لو بدها تكون بالصين بس بلا كورونا تجي قاعدة بحضنك، ولو رزقتك إذا 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 منا قلك وقاعدة حدك مش حتجي لعندي. هيدي رزقة سبحان الله. بس اللي أنا بدي أقول لك إياه بالشق الثاني يلي دايما نسمع منجين وأنا بسمعهم دايما، وهذا شيء بيزعلني، بيقولوا إنه الممثل اللبناني ما بيبيع. طيب أنا رح أقول لك شغلة، إذا اليوم ما انعطى الفرصة المناسبة لهالممثل اللبناني كيف بده يبيع؟ بيعرفوا إذا بيبيع ولا لا. صحيح. لا مش كيف بده يبيع، هني كيف بيعرفوا؟ عرفتي كيف؟ بعرف. يعني ما بقى ليلى شو اسمها هاي بتطلع على التلفزيون بتفنس على العالم، ليلى عبد اللطيف. ما بتعرف يعني، هني كيف عرفوا؟ ما بقى هي ما هون هي المشكله كارلوس، انه مربوطين الاشياء ببعض. يعني قبل انت كنت عم بتقلي انه حسب جنسيته ما منعيره وهيدي رزق، اوكي انا معك، بس خلينا اعطيك انا مثلا السوق المصري، الدراما المصريه، خلينا نروح لهون. النقابه بتفرض على المنتج، النقابه حاضنه الممثلين، حاضنه الفنانين، بتعاملهم يعني عندهم حقوق، ما في حدا يغلط. نقابة ايه كيفك انت؟ ايه طيب نقابة عنا من؟ النقابة عنا منا سلطة تنفيذية كريم، نحن النقابة عنا ما فيها تعمل قرار وتفوت فيه. وهذا بعد في اشياء يعني عم بيحكوا فيها بالنقابة صار لهم 25 سنة مش مطبقة لهلا. يعني لا، النقابة حرام انا بالنسبة لإلي انزدت عن النقابة، لأنه النقابة يعني في اشياء ما فيها تعملها، وهذا شيء بحزن كثير. يعني انت اليوم اذا صار معك مشكله ورحت تشكيتي عند النقابه، النقابه ما فيها تاخذ اكشن بولا شيء، فيها تجرب تكون اذا بدك شيخ الصلح بالاخير يعني. طيب بالاخير بتنتهي على فنجان قهوه يعني تنشوف كيف بدنا نظبطها بين هالاطراف. طيب اذا النقابه مش قدرت، مش النقابه هي اللي بدها تعمل هذا الشيء، لا هي مين؟ بس مطلوب ايمان اذا بدك بالمنتج اللبناني يحط ايمانه بالممثلين اللبنانيه اكثر، لانه ما فينا ننكر اليوم انه في كثير مسلسلات مشتركه عم بيكون فيهم حصه كثير كبيره للبنانيه. بس يمكن انت اللي عم بتقوليه او يلي انطرح من بعض الاشخاص انه ليش الميل اكثر الجون بريمير او اذا بدك هذا اللي بسموه حامل العمل على ظهره عم بيكون غير لبناني. صح، واوقات يعني عم بيجيبوه غير لبناني يكون اخذ دور شخص لبناني ويحكي لبناني. مزبوط. هلا ماشي بتطلع مكسر اوقات معه بس من مره. أوكي. ف يعني هيدي هي رح اسالك مشكلة. سؤال يعني ما بعرف قد ايه يطبق هيدا الشيء. طب انتم كم رح جرب رح جرب انتم اول شيء قهوتك وين؟ عزمتيني على يا حي يا حي يا حي. اوكي من الصبح بس بلا هيل. ايه لا بلا هيل بلا هيل. سؤالي لك انه انتم طيب كم ممثلين لبنانيه شباب عندك؟ كذا اسم، اوكي كذا اسم وممثلين وبمثل حلو ووجوه حلوه وشباب حلوه مثل افضالك. طيب ليش ما بتتحدوا؟ ليش انتم ما بتتحركوا؟ ليش انتم ما بتعملوا شيء؟ شيء مثل شو يعني؟ يعني خي شو بعرفني تعملوا ضغط يعني شو؟ لا لا لحظه شوي، تعملوا ضغط على تعملوا ضغوط على المنتجين تتحدوا. ما فيك تضغطي على حد تحكو. كريم خلينا نكون واقعيين، نحن كلنا متحدين ودائما بحكي مع الكل، انا والكل بيحكي معي وعادي. ما فينا يعني ما فيك اذا صح التعبير تظلم المنتج. المنتج اليوم
بأغلبية الأحيان عم بيجي أسامي معينة من المحطات إنه بدنا مسلسل لفلان، بدنا مسلسل لفليتان. هي المرحلة مش هون بتبلش، مرحلة بتبلش لما المنتج بمطرح المطارح يقول له طب في فليتان، حتى نجرب فليتان، أو يمكن يكون مجرب ببطولة جماعية ينعطى فرصة. بس هي هيدي الفكرة اللي عم بتصير، إنه مش عم ينعطى فرصة حتى إنه يثبت حاله. صحيح. إذا هو بيقدر يبيع ولا ما بيقدر يبيع. كارلوس أنا بدي أعطيك يعني الأشخاص مثل اللي بيبيعوا المحطات اللبنانية، شو ناقصهم تيكونوا عم يبيعوا على المحطات العربية؟ يعني وين المنطق بالموضوع؟ الجمهور اللبناني جمهور صعب، لما يتقبلك الجمهور اللبناني يعني أنت حيتقبلك الجمهور العربي. صحيح. أنا بدي أعطيك مثل عم مثل نحن كثير بنحبه بس أنا رح أعطيك مثل تصديقا على كلامك، مثل عن ممثل كمان شاب حلو بيمثل حلو نحن بنحبه كثير وجمهور لبناني بحبه كثير، معتصم النهار. معتصم النهار انعطى فرصة، أكيد هو كان يمثل قبل بسوريا وعنده مسلسلات عديدة بس نحن عم نحكي على الصعيد العربي وعلى الانتشار الأكبر، انعطى فرصة، نجح بهالفرصة، تألق بهالفرصة. كمان أنا برأيي أنه لازم ينعطى فرصة مثل ما أنت عم تقول للنجوم اللبنانية. أكيد طبيعي، ما هذا اللي قلنا ساعة عم نقوله. يعني أنه اليوم تعطي فرصة إذا شخص بيستاهل بيوصل العمل مثل ما لازم يوصله. طيب إذا بدي أسألك ومعتصم النهار يعني قبل الفرص اللي نعطته من شركة الصباح، معتصم النهار ما كان نجم بسوريا. صحيح. بس نعطى فرصة من قبل منتج لبناني على فترة. صح. على عدد حلقات ومسلسلات عربية مشتركة صابت. صح. طب شو أكبر غلطة بيعملها الممثل اللبناني؟ يعني شو مشكلته؟ إذا بدك هيك تنسى إنه أنت على الهوا وتقول لي إياها بيني وبينك، شو مشكلته؟ كيف شو يعني؟ كيف شو يعني شو مشكلتنا نحن كممثلين لبنانية؟ يعني ثقة بالنفس زايدة؟ لا لا شو؟ نو نو لا ما أنا بالنسبة لي مش ما في مشكلة، ما بعرف فيه. أنا ما عم بحكي عن الممثل الشاب كارلوس، عم بحكي عن الممثلين بالمطلق. ايه؟ عموما نحن عنا ما بلاقي في عنده مشكلة. أنا ممثل لبناني ما بعرف. أوكي أوكي بس بدي أقول لك شيء. ايه؟ أو بلا ما أقوله أحسن. لا لا قولها. ما أنا لا أنا بدي إياك تقولها، ما أنا عم بسألك السؤال لا تقولها. لا بليز قولها. بلاها بلاها يا عمي خلص قولها. معلش لشو؟ مش بعدين بقول لك إياها لإلك أنت، إذا بدك تستعمليها بتستعمليها بس مش عند الثاني. يعني خطرة شوية الخبرية يعني. خطرة ومؤسفة بنفس الوقت يعني. طيب خلينا ننتقل للوضع اللبناني شوي. أنت كمان شاب بلشت مهنتك وعم بتأسس وعم تبلش تشتغل ومثلك مثل هالشباب الكتار الموجودين بلبنان، مثلنا كلنا وصلنا لعمر انه مفروض عم يعني بنص الطريق صرنا عم عرفت؟ رجعنا هلا للعصر الحجري. كيف شايف انت الوضع بلبنان؟ شو هون إذا سألتك شو مشكلتنا بليز ما تقول لي ماشي. هذا سؤال وتروحه. بدك خبرك خبرية. نحن طول عمرنا كمان نتحمل جزء كبير من اللي عم بيصير فينا. نحن بنتحمل جزء كمان لأنه نحن سكتنا كتير وتحملنا كتير والمشكلة مفهومة شو هي. يعني أنا بالنسبة لي بوضعنا نحن اللبناني يعني مشكلتنا نوعا ما مفهومة لأنه هن يلي كانوا بعدهم من أيام الحرب لبسوا كرافتات وطلعوا قعدوا بالمجلس عادي. يعني ما صار في أساسا لا محاسبة ولا صار في هيدي اللي بيسموه التطهر من بعد الحرب ولا هو كلهم الأخبار ما صاروا عنا. يعني مثل ما بيصير بغير بلدان بيصير فيها حروب أهلية وبيصير فيها إلى آخره. ونحن شعب يعني من زمن القطاعية ما بعرف ليش منحب التبعية. يعني اليوم إذا بتجي أنت بتعمل إحصاء ونعمل من فترة على أنه إذا نعمل انتخابات مبكرة قديش من العالم بيرجعوا بينتخبوا نفس الأشخاص، طلع أنه في 48% فاصلة شيء من العالم حيرجعوا ينتخبوا نفس الأشخاص.
طيب هون المشكلة من مين بتكون؟ منا. طيب وبنفس الوقت بيطلعوا لك هن ذاتهم يعني منهم فاسدين، منهم حرام عم يجربوا يعملوا شيء، ما فينا نحملهم كل شيء، بيطلعوا هن ذاتهم بيصيروا يعني كل واحد بيقول هو هوديك هن هن خيمين يعني مين الحق عمين الحق على الشعب يعني ما فهمت انه هول ب 30 سنه 340 مليون دولار مين سرقهم؟ نحن الشعب سرقهم؟ بعرف لا الشعب حاططهم من جايبته بعرف. مش يعني على المسوقر انا اللي بضمن لك اياه، انا مش الشعب اللي سرق المصريات. أنا كارلوس هن الفاسدين هن اللي سرقوا المصريات وهن اللي لازم يتحاكموا ويتحاسبوا. حطيت تويت من يومين ايه قلت لهم بتتمنى لهم يحسوا بكل ال لا غير هذا اللي كنت عم بدعي عليهم من قلبي وهذا الدعاء هو من الامات اللي عندهم حسره وحرقه بقلبهم. كاتب شغله من قبل انه خي المواطن اذا غلط وعمل عمل شرير مثلا بتجي الدوله بتحاسبه منيح بيجي. طيب خي هالزعماء الفاسدين هودي يلي سرقوا مصاري الله لا يشبعهم، طيب هو مين بيحسبهم؟ يعني شاطرين انا يعملوا لي ضبط انا وماشي بدل ما امشي 100 بمشي 105 يعني دغري بيوصل 5 دقائق بيوصل الضبط لعندي على البيت على التليفون. هول اللي شاطرين فيهم كارلوس ومناطق. انا بدي اتشكرك لانه طحشنا عن موجز ونسرين عم رح تنتحر بعتقد. بس كان لازم نحكي شيء ايجابي شوي ولا خلصت؟ بابا عنا وقت، بابا عنا وقت، طحشنا عن موجز. شكرا لك كثير كارلوس. ان شاء الله يا رب كل شيء هيك حلو يكون بانتظارك. انت شاب نفتخر فيه، ممثل لبناني منعتز فيه جدا وبتستاهل كل خير. شكرا كثير لوجودك معنا. رح ننتقل دغري لعند شادي لموجز الاخبار. يا شكرا لك كارل.